ما حكم الذين ينبشون قبور الكفار القديمة للظن أن بها كنوز مدفونة؟ لا يجوز نبش القبور، لا قبور الكفار ولا قبور المسلمين، ما يجوز نبش الأموات إلا لمسوغ شرعي، إلا لمسوغ شرعي، كأن يدفن في مساجد فيجب نبشها وإخراجها، أو يمر بهم مشروع عام، مشروع عام للبلد كالشوارع العامة ولا مندوحة عن فتح هذا الشارع، فلا بأس أن تنبش وتنقل إلى المقبرة إذا كان هذا بفتوى من أهل العلم، من أهل العلم. أما إنسان عادي يجي يروح ينبش القبور، ولا سيما أنه يدور فيها كنوز أو يدور فيها، هذا من جنس اللي ينبشون القبور لأخذ أكفان الأموات، هذه سرقة، يسمونها سرقة. واللي ينبش القبور لأجل يأخذ كفن الميت تقطع يده، لأن القبر حرز، فإذا نبشه وأخذ الكفن قطعت يده لأنه سرق من حرز، فالقبر حرز للكفن، فكيف بالذي يروح يدور أشياء من الخرافات ومن، ما يجوز حفر القبور أبدا، هي منازل للأموات، منازل للأموات، ولا يجوز الاعتداء عليهم ولو كانوا كفارا. نعم.